السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات في الله، يعني أول حاجة أنا عايز أقولها أن أنا فرحان بكم يا جماعة والله. يعني لو خيرت بين هذه الجلسة وبين معنا رجالة من كوك دور قاعدين أهو، لو خيرت بين هذه الجلسة وبين يعني وجبة كومبو من كوك دور لما ترددت لحظة والله يا شباب. والله ما ترددت لحظة فورا. انت قول لي بس وجبة من كوك دور كده، ايه حاجة حلوة كده، والبطاطس بتاعتهم اللي تبقى مقرمشة الغريبة دي، عارفينها؟ مش مهم تعرفوا، بلاش احسن. وبين هذا الدرس لاخترت فورا بلا تردد. ايوه كده، يعني الوجوه الجميلة ده ايه؟ يعني ينفع ان احنا الواحد يسيبها عشان الدنيا واللي فيها؟ ده لو جابوا كل اكل كوك دور وكل اكل كنتاكي وكل المشويات وكل محلات الكباب وكل محلات الحمام المحشي، انتوا اتغديتوا ولا لا؟ وكل محلات الحاجات الفظيعه ديت، وخيروني بينها وبينكم لما ترددت لحظه واخترت. اختاركم انتوا طبعا يا اخواني في الله. فانا يعني انا بس حاسس بجو الحب في الله، وحاسس بجو الالفه، وحاسس بجو جميل كده، يعني والواحد وسط اخوانه ووسط حبايبه ووسط هذا الشباب الجميل. ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم وربنا ينفع بيكم وربنا يستعملنا في الدعوه اليه. اما بعد، اخواني واحبابي في الله، مشهد سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان معدي كده، فلا مغني، المغني اسمه ايه؟ زازان. هذا المغني قاعد ماسك العود وبيغني، وملفوف حواليه الشباب بيسمعوه، حفلة غنائية بيحييها المطرب زازان، والناس قاعدة في الحفلة، ويقرر الداعية الإسلامي ابن مسعود رضي الله عنه إن هو يدخل في هذا المنكر، وإنه يغير المنكر ده، وإنه يدخل في قلب المنكر ويروح للمغني نفسه ويقول له لو كان هذا الصوت بالقرآن. أهل الدين يا جماعة محبوبين، يا جماعة الملتزمين محبوبين والله يا اخوانا، بس المشكلة انهم مش فاهمين ان الناس بتحبهم، مش فاهمين ان رد الفعل العنيف اللي حصل من كتير من الناس ضدهم الفترة اللي فاتت ما هو الا صدمة نتيجة حب الناس ليهم. انا بحبك وانت صدمتني فيك، انا يعني شايف ان انت طوقنا جاي ليا وانت صدمتني فيك. عبد الله بن مسعود نازل جوه الحفلة الغنائية ودخل وسط هذا الجو ووصل الى زازان ودعاه الى الله، وتحول زازان الى طالب من طلبة علم الحديث وطالب من طلبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن نفع الله بهم هذه الامة. انا عايز اقول ايه، هو ده الدين يا جماعة، هو ده الدين. كلمة الموافقة لإخواننا في نشر الهداية اختاروها شعار ليهم، أنت مسلم إذن أنت داعية، هو ده العنوان بتاع هذه الكلمة الأولانية، هو ده العنوان اللي احنا عايزين نخرج به من هذه الكلمة يا إخواني في الله. أنت مسلم إذن أنت داعية، أنت مسلمة إذن أنت داعية. لما دخل ربعي بن عامر وغيره من الصحابة على ملوك الروم والفرس قالوا له إيه؟ نحن قوم إيه؟ ها؟ ابتعثنا الله، ومش ربنا بعث النبي بس، كلنا مبعوثين. مين اللي قال لك كده يا ربعي؟ مين اللي قال لكم كده يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كان الصحابة يعني هاجموا على الرجل في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ إنما إيه؟ بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، انما بعثتم، انما هو احنا رسول الله بعثنا؟ يا رسول الله انت اللي بينزل لك جبريل عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله انت اللي بيجي لك الوحي من الله، النبي بيقول لنا كلنا انما بعثتم، النبي بيقول لكم يا شباب انما بعثتم، النبي بيقول لاخواتنا انما بعثتم، كلنا يا اخواننا مبعوثين، كلنا يا اخواننا شايلين رساله هذا الدين. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، ربنا اختارك، ربنا اختارك انك تطلع مسلم، ربنا اختارك انك تطلعي مسلمه، ربنا وصل دعوته اليك، ربنا اصطفاكم انكم تشيلوا الدعوه يا اخواني في الله، عشان كده انت مسلم اذا انت داعيه.
اخواني في الله، الآية المرعبة، الآية الرعيبة، الآية التي تزلزل القلب الحي إن فقهناها، قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله، مضارع مستمر، قاعد جلسة الضحى ملتزم مجتهد، ولكن على حرف لوحده عزل نفسه، مش مندمج جوه بيئة الإيمان، فإن أصابه خير اطمأن به، ماشي، إنما المصيبة وإن أصابته فتنة انقلب انقلب. أنا بحذرك، أنا بحذرك، أنا بحذركم يا جماعة، يا إخوانا الامتحان جاي جاي، يا إخوانا أنت غير جاهز إنك أنت تمتحن الوقت وأنت لوحدك، لو الامتحان جه وأنت لوحدك هيحصل انقلاب. كنت مع بعض إخواني النهاردة، حسيت إن أنا خايف عليهم، قلت لهم يا جماعة لو جه أي فتنة الفترة الجاية أنتوا ما بتمتحنوش دلوقتي، أنتوا مش معرضين لفتنة دلوقتي، لو جت فتنة الفترة الجاية أنتوا هتصدموا في نفسكم، أنتوا هتصدموا من رد الفعل اللي هتشوفوه من إخوانكم، من الانقلاب اللي هيحصل من أي أخ بيعبد الله على حرف. ما تعزلش نفسك يا إخوانا، احذروا، الامتحان جاي. الملتزمون الآن واقعون في كبيرة القعود عن الدعوة، الملتزمون الآن واقعون في كبيرة القعود عن الدعوة. بني إسرائيل قبل 25 يناير بتاعت اليهود، وبني إسرائيل بعد 25 يناير بتاعت اليهود، بني إسرائيل أيام فرعون، وبني إسرائيل بعد ما ربنا نجاهم من فرعون وادهم فرصة ان هم يعني يطبقوا دين ربنا سبحانه وتعالى. أيام فرعون، فرعون نكل بهم العذاب، ولكن كان عذاب فرعون عذاب من الأرض، إنما بعد فرعون ربنا قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، من السماء. يا إخواني فرعون لما ادهم عذاب ادهم عذاب من الأرض، مهما كان من الأرض، إنما لما هم اللي ذنوبهم سلطت عليهم نزل العذاب من السماء، يعني العذاب اللي هم جابوا لنفسهم بذنوبهم أشد من العذاب اللي فرعون عملوا فيهم. لما كان فرعون مسلط عليهم كانوا متوحدين وهم واحدة، لما جت 25 يناير بتاعتهم وعبروا وربنا شقلهم البحر الأحمر تمزقوا وتفرقوا. يا إخواني في الله، احنا اللي مبهدلين نفسنا، تركنا للدعوة الى الله هو اللي مبهدلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسألك ايه؟ ها؟ واسألك ايه؟ قول واسألك ايه؟ اي حاجة، قول اي حاجة. ها؟ جميل بس مش دي. واسألك ايه؟ جميل بس مش دي. واسألك ايه؟ واسألك كلمة الحق. واسألك كلمة الحق. يا رب خلي لساني ينطق، يا رب خلي لساني يتكلم عنك، يا رب استعمل لساني، يا رب، يا رب استعمل ألسنتنا، يا رب، يا رب اطلق لساني بالكلام عنك. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شوف كلمة سيدنا موسى، عايز لساني يبقى طلقة في الكلام عنك يا رب، عايز لساني ينطلق في الكلام عنك يا رب. يا رب اسألك كلمة الحق. يا رب استعمل لساني، استعمل هذا العضو اللي يدخلني الجنة يدخلني النار والعياذ بالله. اسألك كلمة الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا، نضر الله، نضر الله. شوف الكلمة المهولة، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها، ثم أداها كما سمعها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ثواب اللي بيدعو إلى الله، فبيقول نضر الله. يعني نضر من النضرة، يعني تلاقي في ناس كده أثرياء لما تشوف تلاقي وشه أحمر كده والنعيم على وشه والنضرة النعيم على وشه، إن ربنا اللي بيشتغل في الدعوة ده ربنا هينعمه في الدنيا قبل الآخرة، ربنا هيكرمه في الدنيا قبل الآخرة، ربنا هيديله نعيم الدنيا، هيعيشوا في النضرة التي لا يعيش فيها إلا أثرياء الدنيا. إزاي ده؟ من عند ربنا بقى، من عند ربنا. يا شباب اوعوا تفتكروا إن اللي شغال في الدعوة ده هو اللي ما عندوش هموم، كل الناس عندها هموم، ولكن اللي شغال في الدعوة طلع فوق همومه وآثر هموم الدين على هموم نفسه. عشان كده لما الصحابة طلعوا يجروا من الأحمد غزوة أحد، ربنا قال لهم فأثابكم إيه؟ غما بإيه؟
بغم، انتوا سبتوا الدين في الغم بتاعه، هنزل عليكم غم في دنيتكم بسبب انكم سبتوا الدين في الغم بتاعه، فأثابكم غما بغم. يبقى انت هتسيب الدين هتتساب، هتشيل الدين هتتشال، هتحمل الدين هتحمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مرضوش يشيلوا دين. هي دي المصيبة اللي الملتزمين فيها الوقتي، مش راضيين يشيلوا دين. هو شايل همومه وقعد يشتكي من همومه. يا اخواني اللي شغال في الدعوة او اللي شغالة في الدعوة واللي مش شغالين في الدعوة، والله العظيم ما الفرق، ان ده ما عندوش همومه ده عنده هموم، ان ده ما وراهوش دراسة وده وراه دراسة، ان ده ما عندوش زوجة وبيت وده عنده زوجة وبيت، ان ده يعني ما عندوش مشاكل مالية وده عنده مشاكل مالية ابدا، ان ده ما عندوش ضغط شهوات عليه وده عنده ضغط شهوات عليه. الفرق ان اللي اشتغل في الدعوة انسان طلع فوق همومه، طلع فوق همومه. يا اخوانا ان الصالحين استحملوا عشان الدعوة الى الله استحملات رهيبة. لما تقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانبياء عن سيدنا نوح، ونجيناه واهله من الكرب العظيم. ايه يا رب الكرب العظيم ده؟ لما تقرأ كده ايه الكرب العظيم اللي ربنا بيتكلم عنه؟ يا اخوانا انت جربت انك تعيش في مجتمع كله ضدك، كل حاجة ضدك، مفيش ثمرة لأي حاجة بتعملها، محدش بيستجيب، محدش بيبل ريقك بكلمة، الصغير والكبير بيحاربوك. الطفل كان يقول لابوه طلعني فوق كتفك وهات لي حجارة اقذف بها نوح، عشان كده في الاخر قال ولا يلد الا فاجرا كفارة. الصغير والكبير بيكرهك، الصغير والكبير بيحاربك، جوه بيتك وبره بيتك. بره بيتك بتشتم وبيتقال عليك سفيه، وبيتقال عليك فيك ضلالة، وبيتقال عليك انك صاحب اغراض ومقارب، وبيتقال على الناس اللي سمعت كلامك انهم شوية سفهاء وشوية خرفان بادي الرأي، شوية خرفان ما عندهمش فكر ولا عندهم اي حاجة، مسحوبين وخلاص. وتدخل جوه بيتك تلاقي مراتك كافرة، وتلاقي ابنك كافر، وتلاقي حرب عليك وشتم ليك جوه بيتك. تخرج بره بيتك تشتم وتقذف، تدخل جوه بيتك يحصل فيك نفس الامر. 950 سنة، 1000 سنة الا 50 عاما. رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه. ايه ده؟ ربنا يقول لك في الاخر ونجيناه واهله من الكرب العظيم. في الاخر بقى ده هو لما قال رب اني مغلوب، ربنا قلب له السماء والارض على اللي عصوه، لان ده بيبقى غالي عند ربنا، لان اللي شايل هم الدعوة ده يا جماعة غالي عند ربنا. يقول لك كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كمان انا عبدي يتعمل فيه كده، انا اللي شغال في يا جماعة اللي شغال في الدعوة ده في حماية ربنا، اللي شغال في الدعوة ده في ولاية ربنا، اللي شغال في الدعوة ده واحد ساب همه عشان هم الدين فربنا حمل عنه هموم حياته. اخوانا اللي شغال في الدعوة ده يعني انسان ده شايل الدين، فده ربنا بيشيله، فده ربنا بيحمل عنه، فده ربنا بيؤدي عنه. اخوانا لو يعلم ان الاخوة والاخوات ما في الدعوة الى الله من المقام عند الله، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. ايه ده؟ ايه الوعود دي؟ عشان ايه؟ عشان بتتكلم عني، عشان بتتكلم عن ربنا، فربنا معاكي، فربنا معاك. منظر مبهر وانت ماشي في الشارع وتلاقي شاب مكوقف حد، او شاب بيكلم واحد صاحبه، ما الدعوة فيها الدعوة الفردية لاصحابك، دعوة الجولات للشباب في اي مكان، دعوة الكلمات في اي مكان، الدعوة انواعها كتير. وواحد واقف يتكلم عن ربنا ويكلم ده ويكلم ده، وده يكسفه وده يبصله من فوق لتحت، وده وهو ما بيبصش لحاجة، اهم حاجة ربنا يعرف. فإن تولوا فقل آذنتكم ايه على سواء. عارف يعني ايه آذنتكم؟ عارفين يا جماعة، بس وشنا ما يحمرش، لان انا حاسس ان وشي يبدأ يحمر وانا بشرح الاية دي، حاسس ان انا عايز اغطي وشي وانا بقرأ الاية دي.
فقل آذنتكم. لما المرأة اللي كانت بتقوم المسجد ماتت، النبي قال للصحابة هلا ايه، هلا آذنتموني؟ ما حدش جه لحد عندي يقول لي ليه آذنتكم. انا نزلت لحد عندكم عرفتكم، انا جيت لحد عندكم، انا وصلت لكم الدين لحد عندكم في كل مكان، انا دخلت الدين في كل حتة. يعني ايه على سواء؟ على سواء اي المساواة، اي المساواة يا شباب. ايوة ابلغتكم الدين حتى استوى، حتى استوى في العلم بالجنة والنار. الشباب اللي قاعد جوه المسجد والشباب اللي بيعصي ربنا برا المسجد، على سواء. دي كلمة طعمة في قلوبنا، على سواء ان بذل مجهود في الدعوة لحد ما بقى كل الناس عالنت وفي النوادي وفي الجامعات وفي الشوارع وفي يعني في قمة الفساد وفي كل مكان، بقى كل الناس مستوية، كل الناس بقت عارفة الحلال من الحرام، كل الناس بقت عارفة الجنة والنار. هل الوقت كده وقف شاب بره وقوله العشرة المبشرين بالجنة؟ مش عارف. واحنا نقعد نضحك عليهم في الجوامع، ده فضيحة لينا احنا، احنا اللي ما اذنهمش على سواء، احنا اللي ما نزلنهمش نبلغهم لحد ما الكل استوى، لحد ما بقى اللي بيعصي ربنا بيعصي ربنا هو عارف الصح من الغلط، واللي بيطاع ربنا بيطاوع عارف الصح من الغلط. انما الوقت ما فيش على سواء ليه؟ تنابلة، تنابلة. مش عايزين نشتغل في الدعوة ليه؟ مش عايزين نشيل هم الدين ليه؟ يا حسرتهم اللي مشوا في طريق طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، وبعد كده لقوا النهر، فالاخوة والاخوات قالوا يا سلام، ده جزاء التزامنا، هما مش عارفين ان ده نهر اصلا ربنا بيختبرهم بيه. واللي كمل 314، يا ندم اللي شربهم لما تاني يوم يلاقوا المنشط الرئيسي في الجورنال ان ال 314 دول بقوا هم ملوك الارض في فلسطين، يا ندمهم لما الاخبار تيجي في الراديو تاني يوم ان ربنا فتح فلسطين للي كملوا واللي ثبتوا، يا ندمك يا اللي ما اشتغلتش في الدعوة لما يجي الفتح والناس ترجع لربنا، يا ندمك يا اللي سكتي على المعصية لما تلاقي البنات بدأت ترجع لربنا وخلاص المرحلة العسيرة الولادة المتعسرة لقبول الدعوة في المجتمع عدت وبقى دورك زيك زي اي حد، يا ندمك لما الفتح يجي على ايد حد غيرك، يا ندمك. شاب اللي دعاني الالتزام كنا من شهرين ولا حاجة في جنازته، في جنازته دفناه ورجعنا، ممكن يكون الدرس ده في ميزانه وهو في قبره، هو دعا واحد للالتزام وده اتكلم عن ربنا وهو في قبره، ممكن لعله ربنا يجعل هذا في ميزانه. يا ابني الدعوة الى الله ده بركة الدنيا والاخرة، ده شرف الدنيا والاخرة، ده فتح الدنيا والاخرة، ده رفعة الدنيا والاخرة. اتنين يا شباب، واحد جاي انا تعبان اعمل ايه، اعمل ايه، انا 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 ورايا امتحانات ترم وميد ترم والامتحانات كتير وصعبه والمواد كتير وتقيله والمناهج طويله، وفي نفس الوقت لازم ان انا انزل اشتغل عشان اجيب فلوس لان والدي متوفى فانا اللي بصرف على بيتي، وفي نفس الوقت والدتي مريضه فانا اللي بروح المستشفى بيها وانا اللي بروح للدكاتره بيها وانا اللي بتابعها لما بتدخل المستشفى، وفي نفس الوقت قرايبي محتاجيني فانا اللي بتابع ارحامي، انا تعبان انا مجهد انا مش قادر. والتاني يقول لك انا مرتاح يا عم الحمد لله، انا ما وريش اي حاجة الحمد لله، يا عم جامعة ايه ودراسة ايه ونجاح وصوت ايه، بلا قرف يا عم الناس اللي تعبة نفسها على الفاضي دي، انا بصحى كل يوم الظهر او العصر حتى وانزل اقعد مع اصحابي على راحتي واعمل اللي انا عايزه. الاولاني تعبان بس تعب الاحياء، والتاني مرتاح بس راحة الاموات. انت عايز تبقى عايش في تعب الاحياء ولا في راحة الاموات؟ اتعب عشان دينك يا ابني، اتعب عشان ربنا، اتعب عشان دين ربنا ينتصر، اتعبهم لان الدين لن ينتصر الا بالدعوة. شعار بتاعنا الليلة مفيش بديل، مفيش بديل عن الدعوة الى الله، عشان انت تثبت بدل ما اصحابك يرجعوك تاني بالتريقة عليك انت اللي تجيبهم بالدعوة الى الله، بدل ما المتبرجات يبصولك هي مين اللي ماشي عاملة في نفسها كده، انت اللي تجيبيهم ورا امهات المؤمنين. مفيش بديل عن الدعوة الى الله، انت مسلم اذا انت داعية. احذروا يا جماعة احذروا. الشاب اللي كان عايز يروض بنت عمه عن الزنا ولما احتاجت المال جاءتت اليه، اللي هو التاني في حديث الثلاثة والصخرة، التاني ربنا
يعني حصل لها أزمة، جت لحد عنده تطلب منه مال وهي تعلم ما يريد منها. الامتحان جاي جاي، الامتحان جاي جاي، ربنا هيمتحنك، يعني هتمتحن، يعني هتمتحن. اوعى اوعى ما تكونش جاهز للامتحان، اوعى الامتحان يجي لك وانت لوحدك بعيد عن اخوانك، اوعى الامتحان يجي لك وانت قاعد عاطل في الدين. يا اخي ده بيقول لك الايد البطاله نجسه، ده الايد البطاله في الدنيا، امال الايد البطاله في الدين؟ امال الايد البطاله في نصر الدين ربنا؟ امال العاطل في نصر الدين ربنا؟ يقول لك في نسبه بطاله في المجتمع، ده بطاله دنيويه، امال البطاله الدينيه؟ اخواني واحبابي في الله، لازم نقف مع نفسنا واقفه، ولازم نفهم يعني ايه اسالك كلمه الحق، ولازم نفهم يعني ايه نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها. يا بخته اللي هيشتغل في الدعوه الى الله، يا عظمه مقامه عند ربنا، يا فرح مولاه بيه، يا علو مقامه عند الله وعند ملائكه الله في الدنيا وفي الاخره. اوعى تحرم نفسك من شرف الدعوه الى الله، اوعى 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 تحرم نفسك من هذا العمل، اوعى ما يبقاش لك حظ في هذا العمل، اوعى ما تبقاش عايش حياتك يمشون على الارض زي عباد الرحمن قاعدين يغيروا ويدعوا الى الله ويغيروا في كل حاجه، اوعى ما يبقاش ليك دور في حمل هم هذا الدين وفي التغيير. ان شاء الله باذن الله يعني شيخ احمد جلال، دكتور عبد الرحمن، دكتور غريب، شيخ علي قاسم باذن الله سبحانه وتعالى، واخواننا من الدعاء، ان شاء الله باذن الله معاكم في هذه الليله اخواني واحبابي ويا اخواتنا الافاضل، يا كنز الاسلام، يا دم قلب الاسلام، يا ثروتنا الغاليه. بقول لكم كده والله يا شباب، وانتم مش عارفين احنا اللي في قلوبنا تجاهكم ايه، واللي في قلوبنا عشانكم ايه. انتم ثروه الدين ده، لو انتم قمتم الدنيا ده تتغير، لو انتم ما اتحركتوش خلاص، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. هو ما فيش غير دول، هم دول راس مال الدعوه في هذه البلد، لو دول ما اشتغلوش خلاص، يبقى انت ما انتش عارف انت بتعمل ايه. هنستبدل كلنا يا جماعه، وان تتولى ويستبدل قوما قوما غيركم، يعني الصف من اوله لاخره ممكن يتكنس ويجي غيره. ربنا قادر. الاستبدال طعم وحش، الاستبدال طعمه مر قوي يا جماعه. اخ من الاخوه كنت كلمته في حاجه معينه يعملها كده ومرضاش وتباطأ وتباطأ، فجي اخ صغير كده وعملها، فسمعت تعليق قاله كده، قال طعم الاستبدال وحش قوي، طعم الاستبدال، هو حس ان ربنا استعمل واحد غيره في هذا الامر، طعم الاستبدال وحش قوي يا شباب. اما تمشي تلاقي غيرك شغال في الدعوه وغيرك بيفلح وغيرك بيشتغل، الليله دي احنا عملناها عشانكم، عشان نسخن مع بعض في هم الدعوة، عشان نسخن مع بعض في طريق الدعوة إلى الله. عايزين نقعد الليلة بأذان صاغية، عايزين نقعد الليلة بقلوب صاغية، عايزين ولا واحد ولا واحدة معانا يخرج الليلة إلا بقرار إنه لازم الدعوة إلى الله يبقى لها حظ في حياته، ويخرج بولو نقطة واحدة عملية هيطبقها أول ما يخرج أي مكان. النقطة ديت واحد صاحبه هيروح يزوره الليلة ويكلمه عن ربنا، هيتأخى مع واحد في المسجد إنهم ينزلوا يكلموا الشباب عن ربنا، هيكلم هيعمل هيشوف واحد انتكس ويروح يكلمه عن ربنا، أيا مكان الموضوع إيه. إنما أوعى تخرج الليلة وأنت ما أنتش واخد قرار إن أنت مسلم. إذا أنت داعية، ربنا يسددكم ويحفظكم ويبارك فيكم ويفتح على أيديكم ويشرح صدوركم للحق والهدى ويستعملكم ولا يستبدلكم يا رب. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.